كل بيت فيه مشاكل، نحن منقول البيوت أسرار. نصيحة من أخوكم، لما تعصب اطلع من المكان اللي أنت فيه، لا تبقى، لا تجادل، لا تخانق، لأنه لو خنقت ممكن تغلط على الطرف الثاني، إن كان زوجة أو قريب أو صديق. ممكن تغلط بكلام كبير، كلام ممكن تندم عليه بعدين. ممكن الطرف الثاني ممكن يسامحك، بس صدقني ما رح ينسى كلامك. وتذكروا أنه لو أسأتوا ممكن تعود المياه لمجاريها، لكنها حتماً لن تكون صالحة للشرب أو بنفس النقاء من قبل. قبل ما تكسر شيء كتير غالي عليك، فكر وعد للألف مش للعشرة. كلنا منتعرض لمشاكل، نتعرض للجرح والطعن من كل الجهات ومن أقرب الناس. كلنا منقرر نتغير ونتعلم، بس كم واحد فينا فعلا تغير؟ وإذا تغير فكيف؟ في ناس للأسف تتغير من النقيض للنقيض، من قبة الطيب لقمة اللؤم، من الثقة بالناس إلى الشك بكل الناس، من الانفتاح والعطاء للانغلاق والانكفاء. نصيحة: لا تسمح لجروحك إنها تحولك لإنسان مختلف تماماً، لواحد ما بيشبهك، مش أنت. لا تسمح لأي كان إنه يدمر عزيمتك أو يغير شخصيتك أو يقرر نمط حياتك. لا تسمح لأخطاء الماضي إنها تخرب حاضرك وتنزع مستقبلك. تعلم الدرس وفهم الحياة، لكن لا تسمح للآخرين إنه يهزموك وانهزموك ما يقدروا يكسروك أو يغيروك. أسوأ شيء ممكن يصير لإنسان في هالحياة إنه يكون ضحية لحسن نوايا، إنه يدفع ثمن عفويته وبساطته وثمن حسن ظنه بالآخرين. أسوأ شيء إنه يكون عيبك هو طيبتك، وإنك تضطر تغير جلدك لتعيش وتتأقلم مع محيط ما بيشبهك بس لأنه الدنيا بدها هيك. أسوأ شيء ممكن يصيبك إنك تتغير وإنت عارف ومتأكد إنك عم تتغير للأسوأ. احمي نفسك بإنك تبقى نفسك مهما ضغطت عليك الحياة، والجأ لربك، لأنه شو الفايدة لو تكسب الدنيا وتكسب آخرتك وتخسر هويتك وشخصيتك وتخسر نفسك؟ فكر فيها منيح، لأنه بالنهاية ما حد رح يدفع الثمن غيرك. اتركهم لله، كل اللي ما بيعرفوا حقيقتك وحقيقة معدنك، كل اللي فكروك سيء وانت عكس هيك تماما، كل اللي حبيتهم بصدق وخذلوك، كل اللي مديت ايدك إلهم وطعنوك، اتركهم لله. كل اللي بيستنوك على زلة لا يمشوا ويتركوك، كل اللي استرخصوا قيمتك، كل اللي وقت حاجتك ووقت ضيقك تركوك، اتركهم لله. ولا تكره ابدا، لانه الكراهية بتستهلك طاقة وبدها جهد، عكس الحب والغفران والنسيان. اتركهم لله، وحتما في يوم من الايام راح يخبرهم الزمن مين انت وشو هي حقيقتك وشو هو معدنك. اتركهم لله واشكر الله على كل شيء، مهما كانت حالتك ومهما كان وضعك. فما بعد الشده الا الفرج، وما بعد العسر الا اليسر، وما عليك الا الصبر والاستعانه بالله.